بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكم في مدونه العتال للمعلومات. قبل ما نبدا في الشرح بتاع النهارده، يا ريت كل الناس اللي لسه ما اشتركتش في قناه اليوتيوب تضغط على زر الاشتراك او سبسكرايب في اليوتيوب وتفعل زر الجرس عشان لما ننزل فيديوهات جديده يوصلك بيها اشعار على الموبايل بتاعك او على الايميل بتاعك ان احنا نزلنا فيديوهات جديده. نبدا في الشرح بتاع النهارده. موضوع النهارده ان شاء الله هنتكلم فيه مع بعض هيكون تطبيق قوي جدا من تطبيقات الاندرويد، تطبيق بيحتوي بداخله على 33 اداه كلنا بنحتاجهم، ادوات مهمه كلنا بندور عليهم لهواتف الاندرويد. مبدئيا ده شكل تطبيق على بلاي ستور اسمه سمارت كيت 360، تقدر تعمل سيرش عنه وتثبته عندك على الموبايل او انك هتدوس على رابط التحميل اللي موجود داخل الموضوع بتاع النهارده، هتلاقيه حولك على بلاي ستور وتبدا تحمل البرنامج. تمام، بعد ما تحمل البرنامج هتروح تفتح البرنامج مع بعض. هنفتح كده زي ما احنا شايفين بيفتح معايا بالوجه دي. طبعا في ادوات كتير انا مش هشرح الادوات كلها عشان وقت الفيديو، غير كده ان في كمان ادوات الحقيقه انا مش فاهم ايه وظيفتها وايه الغرض منها، ولكن هنشرح الحاجات اللي احنا نقدر نستخدمها جوه التطبيق. مبدئيا ده شكل التطبيق زي ما احنا شايفين مع بعض. قبل ما نشرح اي اداه، لو انت حابب تعمل شورت كات لاي اداه من الادوات اللي انت شايفها قدامك دي على التليفون عندك بره، بتروح على الثلاث شورت اللي فوق على اليمين وبتعمل كريت شورت كات. تمام، وبتختار اي اداه من الادوات دي، مثلا اداه التسجيل اللي هي الاوديو ريكوردر مثلا، بنضغط عليها بيظهر لك رساله تحت ان هو عمل شورت كات للاداه ديت. لو جينا بصينا بره هنلاقي ان الاداه نزلت بره زي ما احنا شايفين بطريقه سهله جدا. لو جينا ضغطنا عليها بتفتح معايا مباشره، اقدر استخدمها. لو انا عاوز احذفها بضغط ضغطة طويلة على الأداة وبسحبها فوق على علامة السلة دي وبعدين بتتشال معايا. هرجع للتطبيق بتاعنا تاني. طبعا زي ما قلنا ان التطبيق فيه أدوات كتيرة، هنشرح بس الحاجات المهمة معانا. أول أداة جوه التطبيق هي أداة النوت باد، نقدر من خلالها إن احنا نسجل الملحوظات المهمة داخل التليفون بتاعنا زي ما احنا شايفين بالطريقة دي، وأبدأ أكتب أي حاجة أنا عايزها. لو جيت رجعت حاليا اتسجلت معايا، حابب أمسحها بضغط عليها ضغطة طويلة وبعمل ديليت واتمسحت معايا خلاص. تاني اداه معانا ترانسليتور اللي هو مترجم، بختار من هنا اللغه الانجليزيه اللي انا حابب اترجم منها وهنا اللغه اللي انا هترجم ليها. ولو جينا مثلا نكتب اي كلمه مثلا هنكتب مثلا كلمه فون مثلا وندوس على بحث، هيبدا ان هو يترجمها لي زي ما احنا شايفين. طبعا الموضوع ده بيحتاج انترنت، ان دي ترجمه اونلاين مش ترجمه اوفلاين. حابب امسح اللي انا بحثت عنه بدوس على العلامه اللي فوق على اليمين، بيعمل لي بيظهر لي الرساله دي، بدوس على اوكي بيمسح لي كل الحاجات اللي انا حاولت اعمل سيرش عنها. التالت اداه معانا الدكشنري، قاموس، نفس فكره المترجم، ولكن هنروح على السيتنج وهنختار تشوز لانجوج وبعدين هنختار من هنا اللغه العربيه. تمام، وهنبدا بعد كده نعمل سيرش عن اي كلمه احنا عايزينها، مثلا كات، ونعمل سيرش. طبعا برده بيحتاج انترنت زي ما احنا شايفين بيجيبها لي بدون اي مشاكل. تمام، معانا بعد كده اداه الفايل مانجر، دي اللي هو مدير ملفات او متصفح الملفات بتاعه الهاتف زي ما احنا شايفين، عشان الناس اللي عندها مشكله في الوصول للفايل مانجر بتاع التليفون بتاعها. لو دخلنا على رود بيدي لك الملفات بتاعه السيستم او بتاع الاندرويد بتاعك. لو دخلنا على قسم ستورج تقدر ان انت توصل الميموري كارد بتاعتك عن طريق اس دي كارد 1. تمام، بتلاقي كل الملفات بتاعتك. طيب ده بالنسبه للفايل مانجر. الكتر دي اهم اداه في البرنامج النهارده، ان هو بيعمل لك نغمات او بيقص لك الاغاني اللي عندك في شكل نغمات، عشان لو انت حابب انك تحط نغمه معينه من اغنيه معينه عندك على الموبايل، فان انت مثلا بتختار الاغنيه كده. تمام، وبتعمل اديت وبتبدا تحدد البدايه والنهايه بالطريقه دي. تمام كده البدايه والنهايه، وبعدين بتبدا تدوس على كات اللي موجوده تحت، بيبدا يعمل لك نغمه الاغنيه دي، بيقص لك الجزء اللي انت حددته يعمله لك نغمه. تمام، معانا بعد كده اداه الريكوردر اللي هو مسجل الصوت، ده بيسجل الصوت بجوده عاليه جدا. في بعض الاعدادات الخاصه بالبرنامج هسيبك انت تطلع عليها وتكتشفها بنفسك. بعد كده هنرجع ونشوف الاداه اللي معانا. بعد كده معانا اداه الفلاش لايت اللي هو اداه الكشاف. تمام، بنقدر من خلال الضغط على الدايره دي ان احنا نشغل الفلاش او نوقفه. بعد كده معانا اداه الكود سكان، دي لو ضغطنا عليها بيفتح لك الكاميرا بتاعه الموبايل. تمام، انا بس هرجع عشان الشاشه اتشقلبت معايا، افتح برنامج تاني بالطريقه دي. طيب كود سكان دي زي ما قلنا بيفتح لك الكاميرا. لو انت مثلا في برنامج بتحمله او في موقع معين او في منتج معين عليه باركود، بتقدر من خلاله ان انت تعمل سكان من خلال الاداه ديت. طيب الكلينر اللي هو تنظيف التليفون وتسريع التليفون ومسح الملفات الزايده والكلام ده كله. عندنا الباتري سيفر، دي برده مهمه جدا، بيعمل لك توفير للطاقه بتاعه البطاريه بتاعه تليفونك عشان البطاريه ما تخلصش منك بسرعه، بيقفل لك التطبيقات اللي انت مش محتاجها. ستوب ووتش، تمام بالطريقه دي شغال معايا اهو، دوست على بلاي بدا يشتغل، ادوس بوز لو عايز ارجع بدوس على علامه السهم ده بيرجعه لي تاني.
في تحت بعض الادوات المهمه برضو عندنا مثلا كالكوليتر، الاله الحاسبه طبعا فيها بعض المميزات عن الاله العاديه. يعني مثلا لو دوسنا على جذر 25 زي ما احنا شايفين بيديني الناتج على طول، سهله جدا وبسيطه. في عندي هنا برضو بعض الاعدادات الخاصه بالاله الحاسبه نفسها. عندي بعد كده كرنس اللي هي العمله، ده محاول العملات، وده شرحناه قبل كده في تطبيق لوحده على المدونه. بتختار الدوله اللي انت عاوز تحول العمله بتاعتها، لو انت مثلا في مصر بتدوس على اول كانتريز وبتدور على مصر هنا هتلاقيها. تمام. اهو تمام الجنيه المصري، وبتبدأ تكتب انت مثلا عايز تحول مثلا 50 جنيه مصري مثلا يعملوا كام دولار. تمام. بتختار يو اس دولار وبتبدأ تكتب الارقام اللي انت عاوزها. ده بالنسبة لمحاول العملات. في عندنا تحت برضو بعض الادوات المهمة زي مثلا المابس اللي هو الخريطة، طبعا ده بيحتاج جي بي اس منك، فانا عشان مش مفعل جي بي اس بيظهر لي الرسالة دي. تمام. معلش انا قفلت البرنامج وفتحته تاني. عندنا تحت ساوند ميتر، ده برضو مهم جدا ان هو بيقيس لك درجة الصوت في المكان اللي انت موجود فيه حاليا. تمام. طبعا كل ما الصوت بيعلى كل ما درجة الصوت الارقام بتتغير معانا زي ما احنا شايفين. في حاجات كتير طبعا جوه البرنامج انا مش هقعد اشرحها كلها عشان بس وقت الفيديو، زي ما اتفقنا ان في هنا شورت كات دي خليك فاكرها كويس جدا، عشان لو انت حابب تعمل شورت كات لاي تطبيق من التطبيقات دي على التليفون عندك بره، بتستخدم تشوز او كريت شورت كات وبتختار التطبيق اللي انت عايزه وخلاص بينزل لك بره على الموبايل بتاعك. تمام. ده كان استعراض بسيط للبرنامج بتاع النهارده، يا رب تكون الشرح عجبكم. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتعملوا لايك وشير للفيديو وتعملوا جوين للجروب بتاعنا على الفيسبوك. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.